حتى قبل عام كانت شاهد شهر مدينة صغيرة يسكنها نحو 19,000 ساكن، تقع في محافظة طهران على مسافة دقائق من مطار الخميني، لكن اسمها بات يتكرر في وسائل الإعلام الدولية بعد أن أصبحت شاهداً على كارثة الرحلة PS752. في يناير هذا العام في تلك المنطقة تجمعت أسر ضحايا الرحلة التي لم تستغرق سوى دقائق استذكاراً لأبنائها، لكن الأمهات المكلومات لم يصلن إلى موقع الذكرى الأليمة بعد أن عانينا الويلات من قوات الأمن. قبل ذلك بعام في 8 يناير 2020، وفي مكانة إيران تنفذ سلسلة ضربات انطلاقاً من طهران على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، أصاب صاروخان أرض جو الطائرة المدنية التي كانت تحمل الأطفال والشبان في طريقهم للعودة إلى كندا، كانت قد أقلعت لتوها من طهران صوب أوكرانيا. على مدى 3 أيام كانت أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة وغيرها تؤكد مسؤولية إيران عن إسقاط الطائرة. كانت طهران تندد بذلك وتصفه بالأكاذيب المعتادة قبل أن يعترف الحرس الثوري بمسؤوليته عن الكارثة. واليوم ما زال التحقيق يترنح من دون أن يتحرك بجدية قيد أنملة. كرر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سبب الحادث خطأ من أحد مشغلي نظام الرادار في وحدة الدفاع الجوي، وأن هناك أحد الأشخاص رهن الاعتقال. رئيس الخطوط الأوكرانية الدولية يفغيني ديخني طالب المجتمع الدولي بالضغط على إيران، مؤكدا أنها لا تعمل إلا على إطالة التحقيق وإبطائه. وتصر أسر الضحايا على أن طهران تغري كل منها $150,000 حتى تكف عن طلب الحقيقة، وما يعزز ذلك تسجيل سري قالت شبكة CBC نيوز الكندية إنها توصلت إليه، مؤكدة أن الشخص الذي يتحدث فيه بالفارسية هو وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. في ذلك التقرير تقول الشبكة إن ظريف أشار إلى أنه لا يتم الكشف عن حقيقة ما حدث للطائرة بحجة الأمن القومي، ويؤكد أنه يعتقد أن الحرس الثوري لا يكشف أيضا عن هذه الأشياء بسهولة. كما لفت ظريف أكثر من مرة أثناء التسجيل إلى التعويض كوسيلة لإغلاق القضية. التسجيل حسب المستشار الخاص لرئيس الوزراء الكندي حصلت عليه كندا في نوفمبر. التصريح الصادم جاء في هذا التسجيل على لسان ظريف حرفية: هناك 1000 احتمال لتفسير إسقاط الطائرة، بما في ذلك أنه هجوم متعمد شارك فيه 2 أو 3 متسللين، وهو سيناريو ليس مستبعدا على الإطلاق.